اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نعمل مع بعض النهاردة مفرش او واحدة، ممكن نشتغل بيكم في بعض ونعملهم مفرش كبير، ممكن نعملها مفرش كبير لوحدهم، شكلها جميلة ورقيقة. هنجيب الخيط، اي خيط عندنا، وهنستخدم معاه ابرة مناسبة. هعمل عقدة البداية وهرتفع 8 سلسلة، يبقى هنعمل عقدة البداية أول حاجة. بعد كده هنشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح عند أول سلسلة عملناها ونقفل بيها في غرزة منزلقة. تكون معانا حلقة بالشكل ده كده. هنبتدي هنشتغل في الحلقة دي. أول حاجة هرتفع 4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4. ال4 سلاسل دول ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة، وهلف الخيط على الإبرة مرتين. ده العمود ب2 لفة، هعمل كمان عمود ب2 لفة، بلف الخيط على الإبرة مرتين وهدخل جوه الدايرة السحرية اللي أنا عملتها، وهعمل غرزة عمود ب2 لفة عادية، هلف الخيط واطلع من حلقتين، والف الخيط كمان مرة على الإبرة واطلع من حلقتين، والف الخيط اخر مرة على الإبرة واطلع من الحلقتين اللي باقيين. كده اتعمل معايا 2 غرزة عمود ب2 لفة، ال4 سلاسل اللي ارتفعتهم اول عمود، وبعد كده العمود اللي انا عملته. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهشتغل برضو جوه الدايرة، هعمل 2 غرزة عمود ب2 لفة، هلف الخيط على الإبرة مرتين وهدخل جوه الحلقة اللي انا عملتها وهسحب الخيط، هلف الخيط واطلع من حلقتين، وبلف الخيط واطلع من كمان حلقتين، وهلف الخيط واطلع من اخر حلقتين. هعمل كمان واحدة، هلف الخيط على الإبرة مرتين وهدخل جوه الحلقة اللي انا عملتها بسحب الخيط، بلف الخيط على الإبرة واطلع من حلقتين، وبلف الخيط كمان مرة واطلع من كمان حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من اخر حلقتين. يبقى انا بشتغل عمودين ب2 لفة، سلسلتين عمودين ب2 لفة. هعمل سلسلتين وهشتغل برضو عمودين ب2 لفة. كده اول عمود ب2 لفة، هعمل كمان 1 كده تاني عمود ب2 لفة، كده عملت عمودين ب2 لفة، سلسلتين عمودين ب2 لفة. هعمل كمان سلسلتين برضو هدخل جوه الحلقة وهعمل فيها غرزتين عمود ب2 لفة، هعمل كمان 1، يبقى كده تاني غرزة عمود ب2 لفة. يبقى انا بشتغل عمودين ب2 لفة، سلسلتين عمودين ب2 لفة. هعمل 12، يعني 12 فراغ بنفس الطريقة ان انا بعمل عمودين بينهم سلسلتين. كده عملت اول فراغ سلسلتين، تاني، تلاتة، هعمل كمان 9 فراغات وهرجع لكم تاني بنفس الطريقة. بعمل عمودين ب2 لفة، سلسلتين عمودين ب2 لفة، هكمل للاخر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وتكون معايا 11 فراغ من غرزتين السلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اخر فراغ هنعمله سلسلتين، 1 2
وهروح عند رابع غرزة سلسلة واقفل بيها بغرزة منزلقة، يكون معايا بالشكل ده كده. ده كده اصطاد الجزء الاول. عايزين نشتغل في الفراغ ده، هنروح عند غرزة العمود البلفة اللي بعديها هنعمل فيها غرزة منزلقة، وهنروح عند الفراغ اللي هو الاتنين سلسلة اول فراغ وهعمل فيه غرزة منزلقة. هنبتدي هنشتغل في الفراغ، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الخيط وهدخل جوه الفراغ وهعمل غرزة عمود بلفة بس مش كاملة، هلف الخيط واطلع من حلقتين بس وهسيب حلقتين على الإبرة. كمان مرة هلف الخيط على الإبرة وادخل جوه الفراغ وهعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، هلف الخيط واطلع من حلقتين. هعملها كمان مرة، هلف الخيط على الإبرة وهدخل جوه الدايرة وهعمل غرزة عمود بلفة بس مش كاملة، بطلع من حلقتين بس. هيتكون معايا هنا في أول فراغ 4 حلقات، هلف الخيط على الإبرة واطلع من الـ4 حلقات مع بعض. بعد كده هرتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هروح عند الفراغ اللي بعديه وهعمل برضو 4 غرز عمود بلفة مش كاملة. انا بلف الخيط وبدخل جوه الفراغ اللي هو الـ2 سلسلة وبسحب الخيط وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. كمان مرة هعمل كمان كده 3 مرات، بلف الخيط على الإبرة وبدخل جوه الفراغ وبسحب الخيط، بلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتين كده. دي تاني مرة، كده دي تالت مرة، كده دي رابع مرة. في الفراغ ده هيتكون معايا 5 حلقات على الإبرة، لأن هنا أنا كنت ارتفعت 3 سلاسل أول ارتفاع عمود، فتكون معايا 4 حلقات. هنا هيتكون معايا 5 حلقات لأني عملت الأعمدة كلها جوه الفراغ الـ2 سلسلة، وهيتكون معايا في كل اللي جاي 5 حلقات على الإبرة. هلف الخيط واطلع من الـ5 حلقات مع بعض، وبعد كده هعمل 7 سلسلة نفس الطريقة كده، 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل برضو هروح لفراغ الـ2 سلسلة وهشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة مش كاملة. يعني ان انا بلف الخيط وبطلع من حلقتين واسيب باقي الحلقات على الإبرة. اول عمود هلف الخيط واطلع من حلقتين، هعمل كمان مرة عمود وهلف الخيط واطلع من حلقتين، هعمل كمان مرة عمود وهلف الخيط وبطلع من حلقتين، كمان اخر عمود اللي هو رقم 4 وهلف الخيط واطلع من حلقتين. كون معايا 5 حلقات، هلف الخيط واطلع من 5 حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهكرر بقى هروح عند فراغ الـ2 سلسلة وهعمل فيه 4 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده. اول واحد كده، التاني كده، رقم 3 كده، رقم 4، كون معايا 5 حلقات، هلف الخيط واطلع من الـ5 حلقات مع بعض. وبفضل ماشية كده بنفس الطريقة، برتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وبروح عند فراغ الـ2 سلسلة وبشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة مش كاملة كده. أول عمود كده، تاني عمود كده، رقم 3
كده رقم 4، هيتكون معايا 5 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من الـ5 حلقات مع بعض. بعد كده هرتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهفضل ماشية بنفس الطريقة، ان انا برتفع 7 سلسلة وبروح عند فراغ الـ2 سلسلة، بشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة مش كاملة. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للاخر، وهرجع لكم دي اشوف اوريكم القفلة بتتقفل ازاي. وصلت لنهاية الدور، اتكون معايا 11 فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هنرتفع 7 سلسلة، 3 وهلف الخيط على الإبرة مرتين، وهروح عند هنا الغرزة اللي هنا دي، هدخل فيها وهسحب الخيط وهعمل غرزة عمود بـ2 لفة، هلف الخيط واطلع من حلقتين، وهلف الخيط واطلع من كمان حلقتين، وهلف الخيط على الإبرة واطلع من آخر حلقتين. الشكل ده كده عشان انا عايزة الإبرة تكون في النص، علشان انا هشتغل في الدور ده 9 ساعات، عايزة قصدي الفتلة اللي هي هشتغل فيها تكون في نص الخيط، في نص السلاسل. هرتفع دلوقتي 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واروح عند فراغ الـ7 سلسلة واعمل فيه غرزة حشو، يبقى انا برتفع 9 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9، وبروح عند فراغ الـ7 سلسلة بعمل فيه غرزة حشو. الدور ده كله هنمشي، هنرتفع 9 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9، واروح عند فراغ الـ7 سلسلة وبعمل فيه غرزة حشو. همشي السطر كله بنفس الطريقة، برتفع 9 سلسلة وبروح عند الفراغ بتاع الـ7 سلسلة وبعمل فيه غرزة حشو. هكمل لآخر الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر الدور وعملت 9 سلسلة، هروح هنا واقفل فيها بغرزة منزلقة، تكون معايا بالشكل ده كده، واحدة جميلة شكلها بسيطة سهلة قوي للمبتدئين. طبعا انت لو حابة تكبري عن كده بتعملي بدل 9 سلسلة 11، في كل سطر بتحبي لو حابة تكبريه بتعملي 11 وبعد كده 13 وبعد كده 15، في كل سطر بتزودي غرزتين، يعني انا عملت 7، في السطر اللي بعديه هعمل 9، اللي بعديه 11، اللي بعديه 13، وهفضل ماشيه كده بنفس الطريقه. كون معانا واحده بالشكل ده كده، سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.